جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المتابعون والمشاهدون الكرام على قناة التناصح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في برنامج مع دار الإفتاء، ونستقبل فيه الاتصالات على الأرقام التي ستخرج تباعا، وهي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. وكذلك يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحة القناة وفي اليوتيوب أيضا، وكذلك الاتصال على الرقم الذي سيخرج أسفل الشاشة على الفايبر للمكالمات الدولية لمن أراد أن يشارك معنا، فمرحبا وسهلا بهم جميعا. الحمد لله رب العالمين، ونستفتح ونستهل هذا اللقاء بما تروج له بعض القنوات وبعض الدول المتصهينة في مسألة الدعوة إلى الإبراهيمية أو إلى دين إبراهيم. حاضر، إلى دين إبراهيم، المراد من ذلك هو هدم لهذا الدين وهدم لما جاء به محمد، هدم لما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن لا شك أن إبراهيم عليه السلام هو نبي الله، وقال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأمر الله عز وجل نبي الأنبياء، وأمر إبراهيم عليه السلام أن يؤمنوا بما يأتي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لدى الكل ولدى الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صدق بما سيأتي به محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. وكل ما جاء به الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي من بعدهم فصدقهم فيما قالوا، وأقرهم في قضايا التوحيد وكثير من التشريعات، ونسخت أمة الإسلام ودين الإسلام نسخ ما كان في دين إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. فأمة الإسلام دين الإسلام نسخ ما كان سابقا عليها، وأقر بعض الأحكام على ما كانت عليه، وأضاف أحكاما لم تكن موجودة من قبل. فإبراهيم عليه السلام هو بعثه الله عز وجل وأمره على بيت الله الحرام، فكانت رحلته العظيمة من بيت الله الحرام، وكان مقره وتعظيمه لهذا البيت أن بناه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فإبراهيم بنى بيت الله الحرام على القواعد وشيده، وترك فيه آيات بينات كما قال الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ففيه آثار أقدام إبراهيم وهو يرفع قواعد البيت. وكذلك قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الله عز وجل في حقه إبراهيم عليه السلام، قال في حق البيت الحرام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإبراهيم دعا الناس ودعا الأمم إلى التوجه إلى بيت الله الحرام، والله عز وجل قال فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، كان أمة، كان مدرسة متكاملة من الحلم ومن العلم والحكمة والنور والهداية. فأمرنا الله عز وجل بأن نكون على هديه وعلى نهجه وعلى ملته، ونسخ ما حرفه قومه وما حرفه من جاء بعدهم. وابتلاه الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اختبره الله عز وجل بكلمات، طلب منه أشياء أن يفعلها وأشياء أن يتركها، فنجح إبراهيم عليه السلام في هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار بدرجة كاملة، كما قال الله عز وجل: بكلمات فأتمهن. أتى بها هذا الاختبار، أتى فيه بالتمام والكمال. وإبراهيم عليه السلام صدق بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث. فكل الدعاوى الآن التي من ورائها أعداء الإسلام أو الصهاينة أو اليهود باتباع ما حرفوه عن إبراهيم أو المقصود بهذه الدعوة، هي ترك ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ونسخ ما جاء به محمد وإبطاله. نحن نؤمن بما قاله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من عند الله من كلام الله، وأمرنا بطاعة نبينا إبراهيم فصدقناه، وأمرنا بأن نعظمه كنبي فامتثلنا أمره. فوصف الله عز وجل نبينا إبراهيم كذلك بالرشد، والله عز وجل قال: وإذ يرفع ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة سيدنا إبراهيم. وكذلك قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده. فالله عز وجل أتم رشد نبي الله إبراهيم ثم اصطفاه، وقال فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإبراهيم قال لأبيه، عاد أباه وتركه لأنه لم يتبع التوحيد الخالص. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وكسر الأصنام إبراهيم عليه السلام، فآدوه وعادوه وشتموه وسبوه، ومع ذلك ثبت على ملة التوحيد ودعوة التوحيد، وأمر أبناءه من بعده، أوصاهم بأن يتبعوا هذا الدين وهذا الإسلام. وختم الله عز وجل برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فأقر ما كان عليه إبراهيم ونسخ بعض الأحكام، وأقر ما كان عليه موسى وعيسى ونسخ بعضا منها وخاصة التي حرفوها. فختم الله عز وجل بهذا الدين فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنا متصل. نعم، الأخ سليم من مصراتة، تفضل أخي سليم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد الفتاح، جزاك الله كل خير. وإياكم جميعا إن شاء الله. تفضل أخ سليم. عندي ثلاثة أسئلة سمعت في قصيدة شيخ عبد الفتاح. تفضلوا. عباك الله عز وجل، نبدأ بالسؤال الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثر جوعا في الآخرة. سؤال ثاني: كل غلام متهم بحقيقته، لماذا شرعت العقيقة؟ وهل يجوز إخراجها مالا بدل الشراء والذبح؟ إخراجها مالا، نعم. إيه؟ السؤال الثالث: في وقت النهي عن الصلاة بعد العصر، هل يصلى على الميت ويجهل في هذا الوقت أم لا يا شيخ عبد الفتاح؟ في ناس تجهل بعد صلاة العصر. حاضر، تسمع الجواب. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير والله يرحمه. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الله من درنا. نعم. عبد الله من درنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله مشايخ دار الإفتاء.
بارك الله فيك. بارك الله فيكم، نفعكم بهذه الأمة خير. الله يبارك فيك يا شيخنا عبد الفتاح، حبك في الله أولا. حبكم الله الشيخ عبد الفتاح. السؤال هل سيدنا أب سيدنا إبراهيم عليه السلام آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل آزر؟ في بعض المفسرين يقولون إن آزر عمه ليس أبيه وأبوه مسلم، صح هذا التفسير أم لا؟ والسؤال الثاني يا شيخنا، المسح على الجورب أو على الخف، شنو حكمه عند مالكية؟ الجورب ولا الخف يا أخ عبد الله؟ الجورب شخشير، هل لا ما أنت قلت الجورب أو الخف؟ الخف لا شك لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. تمام، على الشخشير. حاضر. اللي عندنا سوا. تمام شيخ. حاضر. سؤال الثالث شيخنا، اسمح لي شيخ، سؤال الثالث، ما حكم الغناء بصفة عامة، موسيقى؟ حاضر. بارك الله فيك. حياكم إن شاء الله. معنا متصل آخر. الأخ أحمد من زليطة. الأخ أحمد من زليطة. أيوه أنا شيخ. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاضر شيخ. بارك الله فيك، تفضل. طاهر شيخ يا ابني. تفضل. عندي بخصوص حزم اسمنت بشكل الاتحاد العربي للمقاولات. الذكاء، خذ يعجز على الذكاء. هل تقفل ولا كيف؟ انت حاجز مبالغ يعني مالية كبيرة في الاسمنت تقصد؟ ايه قصدي حد فضي في الاسمنت اتحاد. كيف؟ حاجز انا فواتير الاسمنت اتحاد. ايه وحل هذه الاسمنت كيف؟ الفواتير يعني انت دافع القيمة المالية في الاسمنت وحال عليها الحول وقاعد ما بيعت ما طلع لكش الاسمنت هذا، ولا تبي تزكي ولا لا؟ ان كان هكذا فهمتك انا. حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ اسماعيل من الزاويه. الاخ اسماعيل من الزاويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. يحبك بالله يا شيخ. احبكم الله اخ اسماعيل. بارك الله فيك في برامجكم وان شاء الله ميزانكم وربي يسدد خطاكم ان شاء الله. بارك الله في الجميع. نعم. تفضل اخ اسماعيل. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الاول مش عدنان الرجيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الجن، هل الجن يعني العباده نتاعهم والواجبات التعبديه الدينيه مثل الانس الصلاة والصوم، أم هي أمور يعلمها إلا الله؟ هذا السؤال الأول، واضح سؤال شيخ. حاضر. السؤال الثاني يجب معليش الحكومة الوحدة الوطنية ربي يسدد خطاها إن شاء الله أن تجعل أحد ملفاتها الأولوية المهمة، الملفات الأولوية خروج الفاجر والمرتزقة من الأرض الليبية الطاهرة، لأن هذا تعتبر هذه إهانة في الشعب الليبي وإهانة في تاريخ عمر المختار الله يرحمه ويوسع عليه المشرف. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت سالمة من مصراتة. أيوة السلام عليكم. من مسلاتة. تفضل أخت سالمة. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يعني يا شيخ ما بدي نسألك سؤال وهكي ومش هستي روحي في عالم ما يعلم بيك ربي. تفضل يا شيخ. أنا في قصة بقول لك عليها ذحي. أنا عندي وحدة جتني أمس قالت لي، هي قصة صايرة من أول ذحي. يا أخت سالمة، هو سؤال ولا قصة؟ أيوة سؤال ولا قصة؟ لا أنا ما بنحكي لك على المصحف، مش كيف بقول لك حفظ، بس مش أنت تخيمني كيف تقول لي كيف وكيف. اختصري هاي انا باش نعرف نجاوب. ده حاضر خلاص. انت على الهواء على يعني على فكره. أيوة. يعني اختصري لانك على الهواء، عندنا اتصالات اخرى يعني نقص. ده اني يا شيخ حلفت على المصحف، ده حطيت ايدي على المصحف. ده كويس. ايه ده
لا قالت لي انت انك قايله اني ناس راهم قايلين علي كذا وكذا، والقصه لها سنه. ايه؟ فاني حلفت اني مين ممكن ما علمش، فهمت هذاك الوقت مش متاكده، فهمت علي. ايه؟ حلفت قلت اني والله ما قلت ان الناس راهم قالوا عليك هيك وهيك. ايه؟ بعدين قعدت نستنتج بعد ما حلفت هيك، قالت يا ربي زعما قلتها زعما ما قلتها زعما ديك حاجه، قالت لي ذي اللي شاك ما عادش عرفت. ايه والان تذكرتي انك قلتي والله ما تذكرتيش الى الحد الان. لا لحد الان والله، ولحد الان يا شيخ والله والله يعلم بي ربي ما قلت ما تذكرت. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. نعم ساجيبك ان شاء الله، تسمع الجواب اخت سالمة. انت يا شيخ الان على الهواء مباشره الان ساجيبك. ماني يا شيخ راه مش على الهواء، انا على التليفون ما نعرفش الهواء وين. على الشاشة أنت الآن تتابعينا على قناة التناصح في البث المباشر مع برنامج دار الإفتاء، والناس يسمعونك في أنحاء ليبيا وخارج ليبيا، وستسمعين الجواب مني الآن. فأقول لك حاضر أنا أجيبها الآن. فأخت سالمة ما دامك أنت حلفتي وثم تبين أنك قلت هذا الكلام فقد وقعت في الحنت، وقع عليك الحنت، فتلزمك كفارة. الكفارة إطعام 10 مساكين، كل مسكين 10 أشخاص فقراء، كل مسكين تعطيه 3 دنانير. فإن كنت عاجزة عن الإطعام، ليس لك أموال وليس لك دخل ولا من ينفق عليك، ليست أموال، ليس معك أموال تخصك، ففي هذه الحالة تنتقلي إلى الصوم، فتصومين 3 أيام. واضح؟ ماشي. ما عنديش دم بعدين. لا ما عليك شيء إن شاء الله. بارك فيك يا شيخ، الله ربي يحفظك. وإياكم إن شاء الله. معنا متصل آخر. لا خلاص خذي بإذن الله نبارك نفسي لما نصير 3 أيام. حاضر. معنا ماشي. متصل آخر. بارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا متصل آخر. الأخ علي. الأخ علي. الأخ خالد. خالد من الزاوية. الأخ خالد. الأخ محمد من مصراتة. يا شيخ والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله نبو فتوى والله الصادق الغريان. معنا متصل آخر. حاضر. الأخ سليم يسأل يقول الحديث أكثر الناس شرا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. أنا لا أعرف هذا اللفظ، هذا الحديث أخي سليم، ولعلي يعني أراجعه وأفيدك به في لقاء آخر. أما العقيقة هل تخرج مالا، فاختلف أهل العلم في ذلك وتكلموا عليها قديما، هل يعني كذلك الحكم حدث في الأضحية، وفي الأضحية قالوا هل الإنسان يجوز أن يخرج بدلا من الأضحية مالا يتصدق به على الفقراء، أم أنه يهدي ينسك هذا النسك؟ فالراجح في هذه المسألة أنه يخرج ينسك نسكا، وهو الذبيحة لما ورد فيها من فضل، وأن دمها يقع بمكان عند الله عز وجل قبل وقوعها في الدنيا. والله عز وجل قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وهي ما كانت في الهدي. وكذلك في قوله تعالى فصل لربك وانحر، النحر سواء كانت في النحر الهدي في الحج أو كانت نحر الأضاحي. والله ويوم الأضحية عظمه الله عز وجل فسماه باليوم الحج الأكبر، وهو يوم الأضحى عيد أول يوم الأضحى، فعظم الله عز وجل فيه الذبائح، وهي سنة إبراهيم. أنابه الله عز وجل أو أبدله الله عز وجل بدلا عن ذبح ابنه إسماعيل بهذه الأضحية، فالاقتداء بالسنة أولى من إخراج بدلا عنها أو بديل عنها، فالأفضل إخراجه. فكذلك العقيقة سواء كانت عقيقة، لأن العقيقة تشابه الأضحية في الاختيار في الصفات في كذا، وهي كما ورد في الحديث أن كل مولود مرهون بعقيقته. فالإنسان إن استطاع أن يذبح وأن يعق عن مولوده سواء ذكرا كان أو أنثى، وهو الذي عندنا في المذهب شاه واحدة سواء على الذكر أو على الأنثى، والحديث الذي ورد فيه الشاتين عندنا منسوخ في المذهب ونسخ من باب نسخ التخفيف على الأمة، يعني عن المولود كان عن الذكر شاتان أو
شاتين وعن الأنثى شاة، لكنه نسخ النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين شاة شاة. فالعقيقة هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وورد من الشارع الحكيم الترغيب فيها، فالإنسان يفعلها ما دام مستطيعا. عندنا في المذهب إن فات الأسبوع الأول فله أن يتبعها في الأسبوع الثاني أو في الأسبوع الثالث، على قول ضعيف في الأسبوع الثاني والثالث. وأما على غير المذهب فله أن يتبعها متى تيسر، إذا كان الإنسان متيسر حتى ولو كان كبيرا في السن فله أن يعق عن نفسه شاة ويتصدق بها عن فقراء المسلمين. أما الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر فلا بأس بذلك ما لم يعني يشتد تغير لون الشمس، فإذا تغير لون الشمس إلى الاصفرار الصفرة فإنها تكره، أما بعد العصر إلى قبل الاصفرار فهذا جائز لا شيء فيه. الأخ عبد الله من درنا يسأل عن أبينا إبراهيم عليه السلام، هل كان مسلما أو كافرا؟ نعم، ذكر أهل التفسير في هذا الأمر خلاف، منهم من قال في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، قالوا هنا الأب هنا عمه وليس أباه حقيقة، والعرب تستعمل لفظ الأب للعم، يعني من استعمالات من لغة العرب لا بأس في ذلك. والبعض قال هو يعني وهكذا ظاهر القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه، فلما ذكر الأب هنا يحمل الظاهر هذا على ظاهره حتى يأتيه ما يصرفه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والذي رجح أنه غير هو عم، يعني رجح بأنه عم إبراهيم، قال لأن آباء الأنبياء يعني كلهم موحدون لله عز وجل. كذلك قال المسح على الجورب، أما المسح على الخف فلا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة بجوازه وأنه سنة، ورواه الصحابة حتى عدوه في أبواب العقيدة في كتب العقيدة أهل السنة والجماعة، اللي حصل بينهم نزاع في كثير من القضايا التي هي بين الخوارج وبين الشيعة وبين خاصة بين الشيعة في هذا الباب، فحصل بينهم خلاف فأرادوا أن يبطلوا بعض الحديث من رواية الصحابة رضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا بها إلا ما كان من أهل البيت، فأرادوا أن يطعنوا في بعض هذه السنن، فاصطلح أهل السنة على إدراج المسح على الخف في كتب العقيدة، دائما تجدونه أحيانا في كتب العقيدة ينصون على المسح على الخفين، فهذا لا خلاف فيه عندنا في أهل السنة بجواز المسح على الخفين. أما الخلاف والجورب، أما الجورب فأجازه مالك في بعض الروايات وغير مالك من المذاهب الأخرى أجازوه، لكن المقصود بالجورب عند مالك وعند من أجازه ما كان هو من كتان ولكن أسفله جلد، القشرة اللوطية اللي تحت القدم هذه من جلد وباقيه من كتان، أما إن كان كله جلد حتى تجاوز الكعبين فهذا هذا الخف لا خلاف فيه. أما الجورب الذي أسفله والذي عناه مالك بالجواز المسح عليه ما كان أسفله من جلد وباقيه كتان فهذا أجاز المسح عليه، أما الشخشير الذي هو كله من كتان فعلى قواعد المذهب وعلى مشهور المذهب نحن لا نفتي بجوازه، لأنه لا يمكن المشي فيه ولا ينتعله الناس انتعالا في ممشاهم وإنما يلبسونه مع الأحذية، ولا يمكن تتابع المشي فيه وهو رقيق جدا. وبعض العلماء على غير قواعد المذهب أجازوا المسح على الشخشير والجورب واعتبروا ذلك من التخفيف والتيسير في الطهارة. على كل حال فإذا نحن لا نقول بالمسح على الجورب الرقيق الذي هو من كتان، لا نقول به اللهم إلا إن كان ضرورة للضرورة القصوى من سفر وخوف وعدم وجود ماء وعدم النزول أو مرض أو يشق على الإنسان ذلك فلا بأس به أن يعني يمسح على الجورب. ثم نختم بهذه المسألة. الأخ إسماعيل سأل عن كيف عبادة الجن، هل هي مثل الإنس أم لا؟ ورد أنهم يسبحون الله عز وجل، وورد أنهم سجدا وقياما، وأنهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون، لكن كيف ركوعهم وكيف سجودهم الله أعلم بها، وهذه لم نطالب بالبحث عنها فيما أعلم والله أعلم. هم يعبدون الله عز وجل سواء كان الجن المسلم منهم
وكذلك غير الجن كالجمادات. الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل جعل الله عز وجل له عبادة يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل جل في علاه. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نخرج إلى فاصل ثم نتواصل بحول الله. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله أنكم من الموحدين الصادقين. لا بد واجب وطني على كل مسلم على كل مواطن غيور في هذا البلد أن يتوقف وعلى أهل طرابلس وضواحيها وكل المدن الليبية أن تخرج خروجا واحدا وقفة احتجاج حتى تتوقف هذه الدماء. ونحن لا نمثل الشغب ولا نمثل الاضطراب وإنما نحن أهل سلم وسلام. فكل الأشخاص عائدون إلى فناء مهما كان طغيانهم والمباني والبلاد بأسرها وثروتها هي باقية لنا. هذا المكان شهد أول سفن إيطالية بجيوشها الجرارة فدافعت مدينة بنغازي وما زالت كما عهدناها. ألا يكفيكم شرفا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أول من دون السنة قال والله لولا غنم لي بالحجاز لسكنت برقة. اللهم اجعل دماءهم اللهم اجعل دماءهم زكية زكية اللهم اعلي قدرهم عليا لهذه الدماء الزكية الطاهرة التي وقفت ضد الظلم والاستبداد وطالبت بحقوقها. اللهم عليك بالمرتزقة اللهم عليك بالمرتزقة احسن عددا اقتلهم بلدا ليست فتاوى مستوردة ظالمة طاغية أهلها جهال. أين الجنة؟ سألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لكم. نحن منتصرون والنصر قاسم. الله أكبر. ومن كان بالله منتصرا فلن يأتي أحد. بدأنا ثورتنا بالتكبير لا نريدها الآن أن تتحول إلى غناء ورقص وخمر وحشيش وانتهاك بحرمات الله. القيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ إسماعيل من الزاوية يسأل الحكومة ينبغي عليها أن تكون من أولى أولوياتها إخراج الفاغنر من البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يلم شمل هذه البلاد وأن يجعل الخير في هذا فيما هي مقدمة عليه من اختيار حكومة
ومن اختيار وزارات، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن يعينهم الله عز وجل على ما هم مقدمون عليه. وينبغي على الناس أن يتعاونوا وألا يتناحروا، وأن يعينوهم على ما على هذا الحمل وعلى هذا الإرث الكبير من المسؤوليات. وكل بلدية ينبغي عليها أن تعين في النهوض من هذه المرابط التي وحلنا فيها واستنقعت بلادنا في وحلها. وأما وجود الفاغنر فوجه تنبيها وتذكيرا ونصيحة لأهلنا في الشرق، على الشباب الذين هم في الشرق، المقاتلون الذين هم في الشرق، وعلى الجيش ألا يتعاونوا مع الفاغنر الروس هؤلاء، فهذا من موالاة غير المسلمين. ألا يضعوا أيديهم في أيديهم، وألا يسامروهم، وألا يجالسوهم، وألا يآكلوهم، وألا يقاتلوا معهم، فهذا من تولي أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الغزاة الذين غزوا ليبيا واعتدوا عليها. فأنا أذكر إخواننا في الشرق، إخواننا الذين في الشرق الذين اعتدوا على طرابلس أو على سرت أو على الجنوب، هذا الأمر ظاهرة من ظواهر الله أو سنة كونية في الكون، والله عز وجل ذكر ذلك، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فقتال الشرق مع الغرب ولا الجنوب ولا مع الشمال، مسلمين بعضهم مع بعض إخوة، هذا بغي ينظر فيه أهل الفضل وأهل العلم، وينظر فيه أهل المصالحات ليحل هذا الإشكال، ويحصل النزاع كما حصل في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فالله عز وجل يعني أما إذا بغت طائفة على الأخرى فأمر الله عز وجل بقتالها، لكن لا يصل الحد إلى أن يستعين كل واحد بمرتزق، لا يوحد الله عز وجل، ولا وهو يتمنى كسر بيضة الإسلام ويتمنى احتلال بلدان الإسلام ويتمنى أن يعثوا فسادا في بلاد المسلمين، أن تضع يدك معه. طائفة والله شركة والله مقاتلين أجانب لا يوحدون الله وغير مسلمين يستبيحون أموالنا وأعراضنا وخيراتنا، وتقول لي أنا بنتحالف معهم ضد إخواني في المنطقة كذا وفي المنطقة كذا، هذا حرام ما أنزل الله به من سلطان. ومن أخطأ منا أو منهم من الشرق أو من الغرب فليتوب إلى الله عز وجل وليضع يده في يد إخوانه، وأن يتصالح والصلح خير، وليس عيبا أنهم تقاتلوا، لأنه حصل، المقصود به ليس ابتداء عيب لكنه حصل، ما دامه حصل فأمرنا الله عز وجل بالرجوع إلى الصلح وإلى العقل وإلى التصالح. لكن أن تضع يدك في يد غير مسلمين يستبيحون بلادك فهذا حرام، وهذا عار يسجل في تاريخك. ما ينبغي على أهلنا في أي منطقة من المناطق أن يضعوا أيديهم في مع الفاغنر ومع غيره من الشركات الأمنية التي غزت ليبيا يعني وضلعت في قتال أهل العاصمة وقتال أهل ترهونة وفي قتال الآن في أهل سرت وهون والجفرة، يدبحون أبناءنا ويعتدون على نساءنا ويتجولون ويأكلون خيراتنا. ينبغي على الناس أن ينكروا ذلك، وأقل إنكار المنكر بالقلب، هذا أقل إنكار المنكر، أن تنكر بقلبك، لا أن تكون راضيا يعني كما يسوق بعض يعني الخذل الذين خذلوا الإسلام والبلاد وتعاونوا مع الفاغنر ومع الروس وقالوا والله هذا إن رأى الحاكم مصلحة في الاستعانة به فلهم ذلك. يحساب الحاكم انتعى والرئيس انتعى يعني نبي والله خليفة راشد، ترانك رايح انت تما مصلحة تتكلم عليها، فاغنر جايبهم لا يوحدون الله يقتلوا في أبنائنا وأولادنا وخيراتنا ويهتكوا في البلاد، وتقول لي إن رأى الحاكم مصلحة في ذلك، أي مصلحة؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نحن نعم تقاتل أولادنا شرقا وغربا وجنوبا ومع ذلك هم إخواننا. شاء الساسة الباعة الذين باعوا الوطن أم لم يريدوا ذلك؟
هم إخواننا وأصهارنا ونحن سبات وأقارب ويضربون ونضربهم ونتصالحوا، لكن أن يأتي بالروس ويأتي بالشركات الفاغنر وبالعدل والمساواة وبعضهم نصارى وبعضهم غير مشرك لا يوحد الله وأشكال أنواع يعتدون على حرماتنا، فهذا لا يرضاه لا دين ولا عقل، والتاريخ يسجل. أما تزورون التاريخ بعد سنين وتقول والله قاومت الاحتلال الطلياني الدولة المنطقة الفلانية والبلدة الفلانية، احنا خلونا في اللي فات اللي ما ندروش عليه وكتبوه وزوروه وتوا نلقوا فيه فورق، خلينا منه الآن بأم أعيننا نشاهده، ووثقته كاميرات العالم وعدسات المصورين التقطته ووثقته يجوبون وكلوا من بلح هون وكلوا من تمر ترهونة وقصر بن غشير فاغنر يعني، وأكلوا من خيرنا وأمهاتنا وأهلنا في صلاح الدين، تجولوا فيها الفاغنر ودخلوا في بيوتنا وعاتوا فيها فسادا وتركوا المخلفات من بعدهم الألغام التي بترت الناس وقتلتهم. ينبغي على الناس على الأقل أقل القليل أن ينكروا بقلوبهم وبألسنتهم وبأيديهم، فمن استطاع منهم أن يردهم بيده فليردهم بيده، لأنهم هؤلاء غزاة محتلين للوطن وللبلاد، ولا صلح معهم ولا نقاش معهم. أما أهلنا شرق وغرب والجنوب يضربونا ونضربوهم ونتعارك ونتصالحوا وانساباتنا والمسألة تحل لا إشكال فيها، بل حتى إخواننا الدول المجاورة شرقا وغربا من الدول المجاورة لنا الدول الشقيقة، هؤلاء مسلمين ودول عربية إسلامية حتى ولو اعتدوا علينا نحن لازلنا معهم في الصلح ولازلنا من نمد أيدينا وهم إخواننا، وهذه بيضة الإسلام ينبغي الدود عنها والحفاظ عنها، وهكذا هي مصالح الشرع وهكذا هي تراتيب الدين ومقاصد الدين، هكذا هي. أما يضحكوا على أولادنا ويغرروا بهم ويدفوهم في الهاوية ويدفوهم في فوهة النار وفي الخنادق ويموتون ويعني يتنصلون منهم ثم يخرجونهم مجرمين بعدها وبلطجية، في الشرق يتبرؤون من الشباب الذين يقاتلون وفي الغرب كذلك يتبرؤون من الشباب الذين يقاتلون، وفي الوقت اللي كانوا ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وفي الحرب يا ابن الأطايب، لما تستحقهم الشباب تنادي عليهم وتقولهم زودوا يا أبطال، ولما تنتهي الحرب تقولهم أنتم ماليشيات وما لكم شيء وأنتم لابد لكم إلا السجود، هذا عبث بأرواح شبابنا وأولادنا ونحن لا نرضاه، وكل من الساسة من يتولى هذا الأمر نحن ضده. هؤلاء أبناؤنا نصلحهم ونرشدهم ونكون معهم في السراء والضراء، نحن أمة واحدة والجنوب والشمال كل ناسنا وتركيباتنا وقبائلنا وأمازيغ لكل أمة، نحن ليبي مسلمين وأمة عربية وغير عربية على قلب رجل واحد، لا يضرنا من خذلنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الحكومة إلى الخير وأن يعينهم وأن يبعد عنهم الأشرار وأن يبعد عنهم التجار الذين يدخلون بنية الغنيمة ونهب ثروات البلد. سبحان الله، كما ذكر رئيس الحكومة المقبل على رئيس الحكومة الآن يقول تقدم إلي أكثر من 3000 طلب، يتقدمون هذه الطلبات كلها قدمت من أجل الأطماع في البلاد، لكن نسأل الله عز وجل من تقدم بطلب إلى هذه الحكومة طمعاً ألا يوفقه، ونسأل الله أن يوفق الحكومة في اختيار الصادق الأمين والقوي والمخلص والذي يلم شمل البلاد والذي يوحد كلمتها والذي يعني يكون غيرة على وطنه وعلى بلده وعلى دينه. نسأل الله التوفيق. معنا متصل؟ نعم أخ منهم؟ حاضر، نخرج فاصل ثم إن وفق الله عز وجل العودة إلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. تعلن مؤسسة التناصح توفير فرص للتدريب مع راتب شهري في مجال برمجة وتطوير الويب ضمن برنامج يهدف لإيصال المتدرب لمستوى الإنتاجية والجهوزية لسوق العمل. فعلى من يجد في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية ورقم هاتفه إلى البريد الإلكتروني jobs@tanasoh.tv. المتطلبات: معرفة بتقنيات لغة البرمجة CSS HTML، ألا يزيد عمره عن 30 سنة، أن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى جيد، القدرة على التعلم الذاتي والتفرغ التام، علماً أن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. بهم تعلو بأوطان الصروح طموح في تناصح. مرحبا بكم وبداعتكم في هذا الملتقى، شرفتنا بحضوركم لنقل وجهة نظرنا إلى عامة الشعب الليبي. التناصح التي تواكب كل الأحداث. نحيي قناة التناصح في لتواجدها في مدينة غريان، وشكرا لقناتكم الكريمة أن أعطتنا الوقت هذه المساحة هذه كيف عبرنا شوية على اللي في خطرنا. وربي إن شاء الله يوفق قناة التناصح الذي واقفة على الثورة المباركة. قناة التناصح الفضائية رصد ومواكبة ومناصرة في موج ليل ونجم في العلا يسمو يلوح كبلسم عزة بالطهر يسري شفاء لا تكدره الجروح. بهم تعلو بأوطان الصروح في تناصح. أنا فرحانة اللي شفت كتابات ولدي محفوظين مضمونين، بارك الله فيكم، إن شاء الله يستفيدوا بهم الجيل الجاي. يعني من لبنات العلم والمعرفة توضع اليوم في هذا المركز الذي نفتخر به ونعتز به. هذا المركز الذي بداخله عدد من الخدمات، به مكتبة كبيرة تحتوي على ما يقارب عن 7000 كتاب. هذا هو العمل الذي كنا. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من سؤال الأخ عبد الله من درنا يسأل عن حكم الغناء والموسيقى. الغناء إن خلا من ألفاظ ردية وألفاظ قبيحة وما يثير الشهوة فإنه لا يجوز. أما إن كان في مدح ظاهرة في البلاد مثلا، أو مدح علم أو طب أو بلاد أو إنجازات، أو مدح تطور علمي، أو في كان في وصف الطبيعة، فهذا لا بأس به. أما الموسيقى فأكثر العلماء على تحريمها قديما، والآن كذلك هذا هو الذي
نراه. أما الأغاني التي هي يعني على نسق الشعر والأبيات الشعرية والقوافي، يعني يلحنونها، هي أبيات وقوافي يلحنونها بألحان، وتكون يعني فيها نوع من التربية ونوع على الشجاعة والتربية على الأخلاق، وفيها التربية على الأخلاق الحميدة وعلى حسن الخلق، فهذه لا بأس بها. ناخذ متصل الأخ أحمد من الخمس. على نسال الميك يا شيخ. تفضلوا يا أخ أحمد. يا شيخ الفاي أنا ردي. أخ أحمد من الخمس جايبها الصادق الغرياني. معنا متصل آخر. على كل حال قبله شخص يعني يتصلون ويصبون جام غضبهم على أهل الفضل وعلى أهل الخير، وهذا الفن يتقنه كل أحد، العواء يتقنه حتى الكلب السكسوك كون ينبح هكذا يتقنه أي أحد، الكلب اللي هو يعني مطلوق في الشوارع وتلقاه تحت السيارات العاطلة وفي الروابش وتلقاه على الطرق ينبح هكذا. فكثير من يتصل الآن يسب جبلا من جبال العلم الشيخ أو المفتي أو يسب أهل الفضل أو يسب عامة الناس أو يسب حتى الحكومات والله الوزراء، السب ليس من أخلاق الإسلام في شيء، والذي يلعن ويسب ترجع عليه عقباه وترجع عليه سبته. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال ما بال الرجل يلعن أباه، قالوا كيف يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. اللي جيت تقول لأبوك وأمك هو يرد لك، فأنت سببت في سبة أبوك وفي سبة أمك. ومحاربة أولياء الله والعلماء وأهل الفضل هذا فيها محادة للشرع راهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث القدسي عن رب العزة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمعاداة أولياء الله عز وجل هي يأذن الله عز وجل بها بالحروب على البلدان وعلى المناطق وعلى الدول راهو، ويدمر بها قارات ومناطق ومدن وبلدان، ويعني يدمرهم الله عز وجل. فمن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فما ينبغي على الناس أن يعني يغريهم بعض السفهاء بكلمات أو بأفلوس أو بمناصب، يقول لا تتصلوا سب فلان وعلان. السب ليس في من دين الإسلام في شيء، وهي حجة الضعيف وهي حجة المهزوم. والله عز وجل لما أكثروا السب المشركين قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هم قطعا على في ضلال مبين، لكن الله عز وجل أمر نبيه أن يتلطف معهم وقال إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا من أجل هذا أدب الحوار وأدب الاختلاف في الأفكار وفي السياسات وفي الاتجاهات. أما السب فكما قلنا يتقنه كل أحد، وما ينبغي للمؤمن أن يكون سبابا ولا لعانا ولا فاحشا في القول. أسأل الله لي ولكم حفظه وهدايته وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يسر الله عز وجل التعليق عليه، فإن صوابا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونبرأ إلى الله منه ونتوب إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل العلم لأن مرابعنا ربيعا، وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم، وكافأهم بما وهبوا قصورا.